بعد تسلمه رئيسا للمعهد الكليريكي في بيت جالا، التقت نورسات مع الأب برنارد بوجي للحديث عن أولويات خطته للمرحلة القادمة في المعهد، وعن طلبته والكهنة والراهبات والموظفين الذين يؤدون الخدمة فيه، إضافة إلى الحديث عن استكمال ما وصل إليه رؤساء المعهد السابقين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. بعد تعيين الأب برنارد بوجي رئيساً للمعهد الإكليريكي، والذي صرح من خلال حديثه بأن من أولوياته فتح المعهد الإكليريكي على محيطه والانفتاح على الآخرين، وكان لنورسات لقاء مع الأب بوجي في بساتين المعهد الإكليريكي، والذي قال بأن دور المعهد أن يساعد الشباب على اكتشاف المواهب والقدرات إن وجدت لديهم واللازمة حتى يصبحوا كهنة. فمسيرة الكهنوت طويلة تحتاج إلى سنوات من التنشئة الكهنوتية ودراسة وتحضير وصلوات ورياضات روحية والكثير من التحضيرات الكهنوتية. صار لي رئيس للدير تقريبا شهرين، وبعتقد من الأولويات اللي حطيناها مع غبطة البطريرك هي أنه يكون في انفتاح على العالم الخارجي إلى السمينير، وانفتاح السمينير على العالم الخارجي، وحتى نقدر نوصل إلى هاي الغاية أردنا أنه نزور كل الرعاية. فبالتالي هلأ كل يوم أحد نحن عم منروح مع الطلاب على الرعاية المجاورة، على الرعاية القريبة من هون، والرعاية الأبعد شوي رح نوصلها بعد حين. هناك نصلي مع الناس، يشوفوا الطلاب الإكليريكية، يسمعوا كهنة المعهد في كرسي الاعتراف في كرزات الأحد، ويشوفوا العائلة الإكليريكية في الرعاية. هي شغلة كتير مهمة إنه نحن ننفتح على العالم الخارجي، نقدر نوصل الأماكن اللي مش عم نوصلها من قبل، وبالتالي نقدر نخلي الناس يثيروا السؤال شو بيخلي إنسان اليوم يعطي حياته، يهب حياته ذاته لربنا ولخدمة الكنيسة. فهي الشغلة الأولى اللي حاولنا نعملها. الشغلة الثانية انفتاح السمينير إلى العالم الخارجي. فبالتالي من ما بدأنا استقبلنا عدة مجموعات من جامعة بيت لحم، شبيبة الجامعة، استقبلنا فعاليات رعية رام الله، استقبلنا فعاليات بيت جالة وخصوصا الكشاف البابوية، أجوا زارونا مرتين من شهر 7. في عدة أشياء عم نعملها من رياضات روحية أو لقاءات روحية أو مواضيع عم نحاول نعملها حتى نفتح المعهد الإكليريكي إلى العالم الخارجي، وبما فيه مش بس كمكان وك يعني مباني، إنما نفتح كمان الفكر اللي موجود في المعهد الإكليريكي من لاهوت وفلسفة وتحديات معاصرة للإيمان، نساعد الآخرين أنه يعرفوا هاي المعلومات. فبالتالي الأهم هناك التعليم المسيحي للناس بشكل جامع. صلنا تقريبا 170 سنة نحن في المعهد الإكليريكي، وفي كثير ناس في المناطق المجاورة ما بيعرفوا السمينير. هذا بالنسبة لنا تحدي اليوم نحاول أنه نتخطاه. فإن ما يلزم الطالب الإكليريكي في تنشئته الكهنوتية الصدق والرغبة في التنشئة، وأيضاً العمل مع الإكليريكيين لمساعدة من هم أقل حظاً وغرس فيهم حب الأماكن المقدسة. الله لا يزال يدعو شباب وصبايا حتى يكونوا خدام في حقل الرب، في الكهنوت، في الحياة المكرسة. إنما اليوم في أحياناً تحديات أمام الشاب والصبية أن يسمعوا صوت ربنا في العالم، في ضجيج وأصوات كثيرة في هذا العالم. فلذلك عم نحاول نعمل جهدنا أنه نحن نكون حاضرين في المجتمعات المحلية حتى نطرح هذا السؤال: وين الله في حياتك؟ وينك أنت عن الله؟ هذا السؤال سؤال وجداني اللي طرحه ربنا على آدم الساقط بالخطية الأصلية عندما جاء إليه في البستان وقال: آدم أين أنت؟ هذا السؤال الوجداني لا يزال مطروح على كل شاب وصبي اليوم. بعتقد أنه نحن في كنيسة القدس برضو في عنا نعمة
أنه نسبة لعدد المسيحيين عندنا أكثر من 100 كاهن أبرشي عم بيخدم في كل أجزاء الأبرشية، في 4 أجزاء الأبرشية: الأردن، فلسطين، إسرائيل وقبرص. عندنا تقريبا أكثر من 100 كاهن عم بيخدموا في هاي المناطق، فلذلك نسبة لعدد المسيحيين ما فيش عندنا أزمة زي ما في أوروبا على سبيل الافتراض وفي الغرب. إنما أكيد اليوم تحدي كبير خصوصا في إطار الكورونا، إنه نحن مش عم نقدر نتنقل من مكان إلى مكان زي ما كنا في الماضي. المسؤول الدعوات أبونا خالد جمو عمل مبادرة جميلة السنة العام الماضي في مسيرة دعا يدك على المحراث، وكانت ناجحة جدا حتى توصل كثير من الأشخاص اللي موجودين في الإكليركية العام هذا الحالي. عندنا 4 شباب دخلوا لبطركية اللاتين، وعندنا شابين دخلوا لكنيسة الروم الكاثوليك في الجليل. فلذلك نحن دائما نشكر الله على جميع نعمه وعطاياه، أنه عم بيبعث عمل لكرمه. وشكر الله الذي دعاهم ليكونوا كهنة في هذه الأرض المباركة والتي تحتاج للكثير من العمل. هون في المعهد الإكليركي عندنا إكليركية صغرى وإكليركية كبرى. للأسف الإكليركية الصغرى من أيام بداية الكورونا انجبرنا أنه كل الطلاب يكونوا في رعاياهم في بيوتهم، منصلي نحن متحدين بالصلاة وبالمتابعة معهم، ولكن في عنا ما يقارب 20 طالب في الإكليركية الصغرى عم نتابعهم في الرعاية المختلفة. عموما يعني بشكل اعتيادي قبل الكورونا كان عنا الإكليركية الصغرى هون اللي هي 4 سنين من التنشئة، صف 9 للتوجيهي، وين بدرسوا دراسات عادية اعتيادية بتكون زي مدرسة داخلية، بالإضافة إلى موضوع الدعوة والإيمان، وأيضا من ناحية تنشئة وتهيئة من ناحية لغوية، فبالتالي مثلا فرنسي وإنجليزي واللغات حتى يتهيئوا أن يفوتوا على الإكليركية الكبرى. من بعد التوجيهي كان يفوتوا الطلاب تقريبا بمقدار طالب أو طالبين سنويا من الإكليركية الصغرى إلى الإكليركية الكبرى. وفي الإكليركية الكبرى عندنا 9 سنوات من التنشئة. السنة الأولى بتكون سنة اختبار روحي روحانيات، وفي هاي العام بيعمل مداخل الطالب يشوف شو المواد اللي راح يدرسها وشو حياة الكاهن الأبرشي. بعد سنة الاختبار الروحي بيقدم طلب، وإذا كان في موافقة على الطالب بيكمل سنتين فلسفة. السنتين الفلسفة بدرسوا المواد الفلسفية، الطبيعة، ما وراء الطبيعة، ما هي الفلسفة، ليش الفلسفة ضرورية في عالم اليوم، تطور الفكر الفلسفي، وخصوصا أن يتناولوا هاي المواضيع الوجدانية اللي هي مش سهل طرحها. من بعد سنتين الفلسفة في عنا عام في الولايات المتحدة الأمريكية في إكليركية القديس يوسف في يانكرز نيويورك، وهناك عنا كمان رعية للجالية العربية اللي دائما بيستضيفوا أبنائنا اللي بنرسلهم من إكليركية بيتجالا. بعد سنة أمريكا بيرجعوا لأربع سنين لاهوت اللي بيعملوهم 3 سنين دراسيات، والرابع هو للبحث والامتحانات النهائية، والطالب بعدين بيعمل سنة خبرة رعوية كمان. وفي نهاية اللقاء شجع الأب بوجي الشباب على الدعوات، فهناك الكثير من الكهنة مستعدون للمساعدة للوصول لنيل سر الكهنوت. بالنسبة لخطة مستقبلية تعلمت في حياتي الكهنوتية أنه نحط احنا خطة مبدئية وبعدين ننتظر ونبحث عن إرادة الله في هاي الأشياء، في هاي الخطة اللي بنحطها. بقولوا كيف بدك تضحك ربنا تقول له شو مخططك، وأكيد ربنا عنده مخطط آخر للإنسان. فلذلك أكيد أنه الخطة الأساسية اللي نحن عنا إياه هون في المعهد الإكليركي هو الاهتمام في الطلاب اللي موجودين بين إيدينا. هدول أمانة ربنا حطهم بين إيدينا، علينا نشغل في جهد كبير معهم حتى نتأكد أنه معهم أنه هاي هي الدعوة اللي ربنا دعاهم لإلها. في هنا أهمية التمييز، وهون مبادئ القديس أغناطيوس ديولويولا مؤسس الرهبنة اليسوعية اللي بيساعدنا نحن نحط عملياً كيف ممكن نحن نميز إرادة الله في حياتنا. في التمييز هذا منحاول كثير إنه نضلنا نطرح سؤال: هل الكهنوت هو إلي؟ ولذلك هذا السؤال بيضل مطروح إلى حد الرسامة، بيضل منركز على أهمية الحرية عند الإنسان.
عند الطلاب. فالمعهد يستقبل كل فرد يجد في نفسه الدعوة الحقيقية. فهذا الصرح منذ القدم وحتى الآن يخرج كهنة يعملون في خدمة الرب والكنيسة والمؤمنين. أولاً من حي نورسات نشكرهم على هذا التقرير وعلى وجودهم فيما بيننا مع المراسلة أختنا مارلين الحذوي. نشكرها دائماً على وجودها في المعهد الإكليريكي وحبها للسيمينير. ونطلب من المستمعين من اللي عم يشوفونا بشاهدونا بكل العالم العربي أنه تصلوا من أجل المعهد الإكليريكي. للشباب والصبايا لا تخافوا، هي الكلمة اللي كان دائماً يرددها يسوع من بعد القيامة، لا تخافوا أن تسألوا حالكم شو ربنا رايد إلي في حياتي، شو الإشي اللي ممكن يساعدني أن أكون إنسان سعيد في حياتي. ربنا مش رح يقيد حريتك أبداً، هو اللي أعطانا الحرية وهو اللي بده يانا نحن نكون ممتلئين من الفرح. بقول جئت ليكون فيكم فرحي ويكون فرحكم كاملاً، هاي الدعوة تدعونا إلى الفرح الدائم، نكون نحن مبسوطين ممتلئين من روح ربنا ونحمل هاي الروح، هذا النور، أن نكون ملح في هذا المجتمع اللي نحن أقلية فيه. ما ندخل في عقلية الأقلية، نعرف أنه نحن مرسلين من الله تعالى لنكون نحن نور وملح في هذا المجتمع اللي عايشين فيه. ولسبب وجود يسوع المسيح في هاي الأراضي يدعونا لا نزال أن يكون في إلنا حضور ويكون في إله هو حضور من خلالنا. حيث الكنيسة فهناك المسيح. نشكركم على المشاهدة. للنورسات مارلين الحدوة من المعهد الإكليريكي بيت جالة. Thank you.